السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من العاشرة، والتي نخصصها للحديث عن ما كشفته بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا حول تفاصيل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة التي سبق وأطلقتها في 28 من نوفمبر الماضي، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية إلى ما يزيد عن مليوني شخص في ليبيا عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حيث تشير التقارير الحقوقية المختلفة إلى أن الأزمة الراهنة تسببت بالعديد من الأزمات الإنسانية، والتي يرتقي بعضها لانتهاكات فيها إلى حد الجرائم الدولية. فما هي معالم خطة الأمم المتحدة ومواقع حقوق الإنسان في ليبيا؟ وعلى من تقع مسؤولية تلك الانتهاكات الحقوقية؟ ما وسائل الحد من تلك الانتهاكات في البلاد؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عشية الليلة عبر الهاتف من تونس الممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا غسان خليل، وعبر الهاتف من تونس الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة ليبيا عمار عمار، وعبر الهاتف من الخمس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان ليبيا عبد المنعم الحر، عبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم، وعبر الهاتف من طرابلس المحلل السياسي محمود إسماعيل. أرحب بكم جميعا، وقبل أن نبدأ النقاش أدعوكم والسادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير. كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تفاصيل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة والتي سبق وأطلقتها في 28 من نوفمبر الماضي، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية إلى ما يزيد عن مليوني شخص في ليبيا، من ضمنهم 435 ألف نازح داخلياً. البعثة أوضحت أنها تحتاج إلى توفير 165 مليون دولار لتمويل خطتها، داعية أطراف النزاع في البلاد إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وحتى لا تتفاقم المأساة الإنسانية. إشهار الخطة الحقيقة يأتي لأجل تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في ليبيا، وحث المانحين على التبرع لهذه الخطة، وأيضا حث الحكومة الليبية على دعم هذه الخطة. تأتي الخطة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي تحييه ليبيا وسط جدل واسع حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى حسب تقارير حقوقية إلى جرائم حرب أحيانا. منظمة العفو الدولية كشفت في تقريرها السنوي الأخير أنه تم انتهاك حق الحياة من خلال تواصل الاقتتال في عدد من المناطق. الأحداث المتواترة في ليبيا تسببت أيضا في نزوح أكثر من نصف مليون شخص من مناطق النزاع في بنغازي ووباري ودرنا وسرت، بحثا عن ملاذ آمن وفق جمعية الهلال الأحمر الليبي، واتخذوا من المدارس والمخيمات ملاجئ لهم. وقد تسبب غياب الاستقرار السياسي والأمن في البلاد منذ 2011 في حرمان عدد من الأطفال من الدراسة، وتعرض أطفال ليبيا لأشكال متعددة من العنف والاستغلال حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. حرية التعبير وضعت هي الأخرى على المحك نظرا لاستهداف الصحفيين والمدونين، وقد وثق المركز الليبي لحرية الصحافة عشرات الاعتداءات في عدة مناطق، وتصدرت مدينة بنغازي المناطق الأكثر فتكا بالصحفيين نتيجة تعرضهم لحوادث الاختطاف والتعذيب وتراجع العمل الميداني بشكل واسع. أبدأ معك سيد خليل، ما هي أهم معالم الخطة التي أطلقتها الأمم المتحدة للتخفيف عن ضحايا الاختراقات الإنسانية؟ شكرا جزيلا، ونود أن نشكركم أيضا باسم فريق الأمم المتحدة في ليبيا على استضافتكم اليوم واهتمامكم بنشر الوعي بأهمية الخطة الاستجابة الإنسانية. وكما تعلمون مضى ما يقرب من 5 سنوات منذ انتشار العنف والنزاع وعدم الاستقرار في كل ركن من أركان ليبيا
تقريبا، وعلى هذا الأساس أطلق أمس الأستاذ علي الزعتري منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا هذه الخطة، خطة الاستجابة الإنسانية، وهي تتمحور حول أهداف ثلاثة. الهدف الاستراتيجي الأول وهو إنقاذ الأرواح وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ونحن نعلم وأنتم تعلمون كم يعاني الليبيون وكل من يسكن في ليبيا في أيامنا هذه من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وكم من الأرواح قد تعرضت كم من الأرواح فقدت في ليبيا، وكم من الضحايا سقطوا نتيجة النزاعات المسلحة ونتيجة الانفجارات ونتيجة أيضا المواد غير المنفجرة والتي موجود والتي لا يزال منها موجود منذ نهاية الحرب العالمية. أما الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة فهو حماية الأشخاص الأكثر ضعفا، النساء والأطفال والنازحين داخليا. والهدف الاستراتيجي الثالث تحسين قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود، أي على إمكانية أن يبقوا ويحافظوا على الأمور الأساسية التي من شأنها أن يستطيعوا من خلالها أن يتمكنوا من خلالها أن يكملوا حياتهم، ومنها التعليم ومنها الحماية ومنها طبعا الأمن الغذائي وكل العناصر التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، وهي الحقوق الأساسية لكل إنسان ولكل فرد في المجتمع. نعم سيد عمار، إذا ما الدور الذي يقع على عاتق الصليب الأحمر ضمن هذه الخطة؟ بداية مساء الخير لك ولحضورك الكرام. فيما يتعلق بخطة الأمم المتحدة للأبيل للمساعدة في عملياتها في ليبيا، طبعا اللجنة الدولية بنحب نوضح أنه نحن متصلين عن الأمم المتحدة، طبعا الأمم المتحدة عندها برامجها المساعدة في ليبيا، وطبعا تطمح لمساعدة جميع الناس المتضررين في ليبيا مثل ما تفضل الأستاذ غسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر عندها برامج مستقلة فيما يتعلق بعملياتها الإنسانية في ليبيا، وتتوافق إلى حد ما تفضل فيه الأستاذ غسان من حيث تقديم المساعدات في مجال الأمن الاقتصادي، في مجال الصحة بشكل خاص، وأيضا في مجال الحماية. وقد أصدرنا مؤخرا تقرير عن الوضع الإنساني في ليبيا وتدهور الأوضاع فيما يتعلق في استهداف المدنيين والمنشآت الصحية في ليبيا التي تزيد إلى معاناة الشعب الليبي يوما بعد يوم. وطبعا استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيكون بالتعاون مع شريكنا الأساسي في على كامل الأراضي الليبية يلي هي الهلال الأحمر الليبي، لحتى نقدر نوصل للفئات الأكثر ضعفا والمتضررين من النزاع الدائر في مناطق متعددة حول ليبيا. وفي هذا الإطار يعني كمان بنحب ننوه جدا على موضوع استهداف المنشآت الصحية يلي قليلا ما يتم ذكره في الإعلام، لأنه بنعرف نحن أنه قد الوضع الصحي في ليبيا متدهور، ولكن في استهدافات عم بتتم للمستشفيات وللعاملين وللأطباء في المستشفيات مما يعوقهم عن القيام بعملهم في معالجة المرضى والجرحى من الناس المصابين. وهذا الشيء بيؤدي انه المقاتلين بيخاطروا بحياه السكان باكملهم، فبهذا الجانب نحن بندعي كمان انه يكون في حمايه، تقديم حمايه كثير كبيره للعاملين في المجال الصحي وللمنشات الصحيه. طيب سيد الحر، اذا ما تعليقك على خطه الامم المتحده للعمل على التخفيف من هذه الخروقات الانسانيه؟ نعم تحيه لك وتحيه للضيوف الكرام. نحن كمنظمة عربية لحقوق الإنسان نعول كثيرا في ظل هذا الانقسام الحاصل في ليبيا، نعول كثيرا على المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المنظمات المعنية بالوضع الإنساني في ليبيا والعاملة فعليا على الحالة الليبية. نتمم كل الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتخفيف معاناة المواطن الليبي وخاصة تلك الشريحة الضعيفة من المجتمع الليبي كالأطفال والنساء والمدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.
الأمر ليس بمخفي عن كافة المنظمات الدولية أن الوضع الإنساني في ليبيا سيء جدا، وخاصة ازدادت وتيرة سوء الأحوال المدنية، سوء الأحوال الإنسانية في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة في شرق البلاد وجنوبها وفي غربها. لازال المواطن يعاني، ولازالت وخاصة تلك الشريحة من النازحين ومن المهجرين لازالت تعاني الويلات فيما يخص الجانب الإنساني والجانب التعليمي. أيضا مسألة نقص المواد الغذائية في العديد من المناطق وخاصة الجنوب الليبي، استفحال بعض الأمراض وخاصة مرض الملاريا الذي أصبح ينتشر خلال الفترة الماضية في بعض المدن الليبية بالجنوب الليبي. كل هذا ليس بإمكان الدولة الليبية في ظل هذا الانقسام السياسي تقديم مساعدة لهؤلاء لهذه الشرائح من المجتمع الليبي. لذلك تعويلنا على المجتمع الدولي أن يقوم ويقدم مساعدات إنسانية هو أمر غاية في الأهمية يجب علينا تثمينه. طيب سيد لملوم، كيف تجد هذه الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. بكل تأكيد نحن نرحب بهذه الخطوة، وإن كان لا أعتقد أنها ستكون كافية لأن تفيد بكل الحاجات الليبيين. نحن نعرف أن ليبيا حتى قبل الثورة كانت تعاني بالكثير، وطوابير المرضى الذين كانوا يتوجهون إلى تونس والأردن وإلى مصر وإلى أوروبا هو أكبر دليل على تدني الوضع الصحي في ليبيا. هذا قد ازداد سوءا بعد قيام الثورة وخلال السنوات الأربعة ونصف الماضية، والتي رأينا فيها أن الكثير من الشرائح الليبية تضررت إلى حد كبير. هناك ليس الوضع الصحي وإنما هناك حتى الوضع الغذائي، وهناك أوضاع كثيرة، والتعليم والذي هو من حقوق الطفل أيضا. إلى جانب هذا وذاك، أعتقد المبلغ المخصص لهذه المساعدة الإنسانية لا أعتقد أنه يكفي. إحنا نعرف أن الوضع كل مستشفيات ليبيا في حالة سيئة جدا، ولا أعتقد حتى مليار دولار بإمكانه أن يحسن من وضعها. المسألة الآن أصبحت مأساة، قضية الشعب الليبي يعاني مأساة كبيرة جدا، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة لوحدها كافية. ومع هذا فهذا الجهد التي تقوم به هذه المنظمة الدولية تشكر عليه، ولا يمكن أن ننكر أنه مساهمة إلى حد ما في تخفيف معاناة الليبيين والحد من انتشار الكثير من الأوبئة والتدهور الوضع الإنساني في ليبيا، ولكنها مثل ما قلت لا أعتقد أنها كافية على الإطلاق، ولا يمكن أن نحمل المتحدة الدور الأكبر في رفع المعاناة عن الليبيين. رفع المعاناة عن الليبيين يجب أن يقوم به أبناء البلد، يجب أن تقوم به الدولة، يجب أن يقوم به الشعب الليبي مع حكومته. نعم، في هذه النقطة أذهب للسيد إسماعيل. كيف ترى غياب دور المؤسسات الرسمية من حيث وضع خطط لمساعدة المتضررين من الأزمة الليبية؟ حقيقة من المؤسف والمؤسف جدا أن المؤسسات السياسية في ليبيا والتنفيذية غابت بدورها بالمطلق، والتهت إلى ما يتعلق بمقاعدها الوثيرة التي ظلت متربصة بها، محاولة قدر الإمكان الحفاظ عليها، متناسية ما يتعرض له الشعب الليبي من ويلات ومن هاهات ومن أني. حقيقة للموضوع شجون، والموضوع يجب أن يذكر فيه الكثير من الجوانب. هذا لا شك أن من المهم جدا أن هذه المنظمة التي حاولت قدر الإمكان أن تضع نوع من الخطة، جيد منها أن تضع خطة وربما المبالغ، وكما ذكر السادة في أنها لم تكن كافية ولن تكون كافية بالمطلق، ولكن ما يتمنى في أن يبحث على جذور الأزمة وأسبابها الفعلية من أجلها، بداية من إيقاف القتال الدائر والقصف للمدنيين الذي تتعرض له على سبيل المثال مدينة بنغازي وغيرها، وأيضا إيقاف آلة القتل المدمرة، وإيقاف أيضا ما استهداف المدنيين واستهداف المستشفيات واستهداف مخازن الأدوية. كل هذا حقيقة سبب الكثير والكثير من المآسي وكثير من النازحين. نتكلم على واقع عملي، نتكلم على علاج ما بعد الأزمة، ولكن قبل وقوعها نتمنى أن يكون هناك علاج قبل وقوع الأزمة متمثل في إمكانية أن يوقف هؤلاء عند حدهم، ابتداء من حفتر الذي يحاول قدر الإمكان عبر طائراته وعبر أدواته التي تحاول قدر الإمكان بل وتفعل الكثير والكثير
ضد المدنيين وأجبرتهم على الفرار والخروج من منازلهم فارين وأصبحوا مطاردين. حتى أيضا الموضوع الثاني والخاص بالعمل الصحي، حيث أن ليبيا تعاني الأمرين في هذا، اعتبارا أن ليبيا فعلا كانت جد سيئة في خدماتها الصحية أيام الطاغية، واستمرت هذه بل وازدادت سوءا فيما بعد مرورا بأزمات أخرى، فرض التأشيرات على الليبيين بل واستحالة الحصول عليها في ظل غياب القنصليات والممثليات في الدولة الليبية، على وعلى أن بعض الدول قامت بإغلاق حدودها أو توسعت ما يتعلق أو استهداف ما يتعلق بالليبيين. وصلت الفكرة في هذه النقطة سيد إسماعيل. ابقى معي سيد إسماعيل، وصلت فكرتك. وأذهب للسيد خليل، يعني أوضحت البعثة أنها تحتاج إلى توفير 165 مليون دولار لتمويل خطتها، يعني برأيك هل تكفي هذه الأرقام وكيف سيتم تغطيتها؟ نعم، أولا أود أن أبدأ مما انتهى إليه الأستاذ إسماعيل عندما قال أن تكلم عن القتال، وأود أن أقول أن القتال والنزاع في ليبيا هو السبب الذي أوصل بنا إلى إطلاق هذه الخطة، وهذه الخطة أيضا لم تكن تلزم لو أنه لا يوجد قتال في ليبيا. وهذا المبلغ المخصص أو الذي طلبته الأمم المتحدة هو مبلغ فقط للتخفيف من المعاناة ولتأمين أبسط حقوق الجهات الضعيفة في ليبيا، وبالتالي هذا المبلغ هو ليس إلا للاستجابة، وبما أننا في اليوم العالمي اليوم لحقوق الإنسان، الاستجابة لتأمين الحقوق الأساسية الدنيا للأشخاص. وهنا أيضا يجب أن نذكر، وأيضا حول ما ذكره الضيوف الكرام، بأن هذه الخطة لم تأتي من عدم، هذه الخطة أتت من دراسة قامت بها الأمم المتحدة، دراسة متعددة الاختصاصات وشملت جميع القطاعات، وهذه الدراسة بيّنت لنا أن هناك 2.4 مليون محتاج في ليبيا، ومن ليبيين وأيضا غير ليبيين، أيضا لاجئين ومهاجرين في ليبيا. ومن هؤلاء 2.4 مليون، هذه الخطة تستهدف أو تود أن تغطي، أن تستهدف فيما لو توفر هذا المبلغ 1.3 مليون. وبذلك نقول بأن هذه الخطة ليست إلا للتخفيف من معاناة الناس في مجال الصحة والحماية والأمن الغذائي والمأوى والمواد غير الغذائية، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم والتعافي. طيب، ولكن كيف سيتم تغطية هذه المبالغ يعني سيد خليل؟ نعم، كما قال في الأمس منسق الشؤون الإنسانية الأستاذ الزعتري، بأن هذه الخطة أنا اليوم أطلقت، وهناك آلية لاحتساب المبالغ التي ستقدم لهذه الخطة، وهذه المبالغ تقدم من الدول المانحة تماما كما يتم في جميع الدول الأخرى. إنما هنا أيضا كان هناك دائما دعوة، وأمس تكررت الدعوة إلى الدولة الليبية في أن تغطي أيضا هذه الخطة، بما أن الكثير من الأموال في ليبيا وللأسف الشديد تصرف على النزاع المسلح وعلى الأسلحة، فالأولى أن تعطى هذه المبالغ لاحتياجات الناس. طيب، إذن هل تلقيتم وعودا لتغطية هذه يعني المبالغ؟ طبعا الخطة، خطة الاستجابة أطلقت في الأمس، ونحن ابتداء من اليوم نتمنى أن نرى وعود تتقدم ومبالغ تخصص من الدول المانحة وأيضا من الدولة الليبية.
إنما هذه الآلية ربما لو تكلمنا بعد بضعة أيام وأسابيع وأشهر سنكون في موقع أفضل لنجيبكم. وهناك في الخطة، في خطة الاستجابة أيضا، لو نظرتم إليها حتى على المقر الإلكتروني، هناك آخر صفحتين حول ماذا لو، ماذا لو فشلنا في الاستجابة، أي ماذا لو لم تأتي هذه الأموال، لم يتأمن هذا المبلغ البسيط. وتشرح الخطة كيف أننا سنصل إلى كارثة إنسانية، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة التي ستواجه مخاطر متزايدة، ومياه الشرب لن تكون مأمونة، وأيضا سوء التغذية سيصيب الأطفال، وستتضاءل رعاية المرضى والمصابين بشكل كبير. واستمعنا إلى ضيوفكم الكرام ماذا قالوا عن الصحة والرعاية الصحية. نعم نعم. وعدد نعم. أكبر من الأطفال سوف تفوته فرصة التعليم. نعم. طيب تفضل بالبقاء معنا يعني سيد خليل. أذهب للسيد عمار من خلال ذلك، من خلال ما تفضل بها السيد خليل، كيف بالإمكان أو ما هي حتى الآليات التي يمكن من خلالها توصيل المعونات لمستحقيها خاصة في مناطق الاشتباك؟ مثل ما تفضلوا بعض ضيوفك الكرام السيد الكريم، يعني الوضع الأمني في ليبيا من سيء إلى أسوأ للأسف الشديد، وخاصة في بعض المناطق التي تجهد نساء مستمر منذ فترة طويلة. بالمقام الأول مطلوب من جميع أفرقاء النزاع أنه يأمنوا بيئة عمل آمنة للمنظمات الدولية حتى تستطيع أن توصل الإغاثات إلى مستحقيها من النازحين أو المقيمين الأكثر ضعفا الذين تأثروا بهذا النزاع. هذا في المقام الأول. في المقام الثاني كمان مطلوب جدا أنه جميع المقاتلين في المناطق الدائرة فيها نزاعات حاليا أنه يحترموا الإنسان. عم نشهد يوم بعد يوم أنه في مدنيين عم بيسقطوا، أطفال عم بيسقطوا في هذه المناطق، وهذه تعتبر تجاوزات وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يلي بنص أنه إن المدنيين هم أشخاص غير مشاركين في القتال، وبالتالي يجب أن يتم احترامهم في جميع الأوقات. وبخالف الشيء اللي عم بيصير بخالف أبسط مبادئ الإنسانية. يجب أنه على المقاتلين عدم القيام بأي شيء يهدد أرواح المدنيين أو يؤدي إلى تخريب ممتلكاتهم. هيدا رسالة للجميع المتقاتلين الموجودين على أرض الميدان، أنه المواطن الليبي اللي هو بالفعل صار عم يتحمل النزاع منذ عدة سنوات، وبالإضافة إلى ذلك الأمور الحياتية التي تتفاقم من انقطاع المي والكهرباء والوقود وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك كمان هم عندهم صار خوف دائم من القصف والهجمات الأخرى التي تصيب المناطق السكنية، وبالإضافة إلى المنشآت الصحية يلي عم يخلف الكثير من القتلى والمصابين. فبالمقام الأول جميع الأفرقاء مدعوين إلى توفير بيئة عمل آمنة لجميع المنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية الموجودة في الميدان، لحتى بالفعل تقدر تدخل هذه المنظمات وتقدم المساعدة في أسرع وقت ممكن. طيب سيد الحر، إذن ما مدى جدوى خطة الأمم المتحدة؟ هل تكفي الميزانية التي تحدثت عنها البعثة بهدف تقديم المساعدة الإنسانية إلى ما يزيد عن 2 مليون شخص في ليبيا؟ أخي، لا أعتقد أن الميزانية المقترحة تكفي لمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم منذ 2011، ولكن بالتأكيد سيكون لها لمسة إيجابية في الوضع الإنساني الليبي. هنا أحب أن نتطرق إلى نقطة غاية في الأهمية تتمثل هذه النقطة. أتمنى من الدول ومن المجتمع الدولي بصفة عامة أن لا يخذل ليبيا في مساعدتها على معالجة هذه الأزمة. فليبيا ومنذ انضمامها أو منذ إنشاء اتفاقية اللاجئين، اتفاقية 51 للاجئين، وليبيا تقوم بدفع مخصصاتها لصندوق اللاجئين في الأمم المتحدة، على الرغم من أن ليبيا ليست دولة عضو في هذه الاتفاقية. اليوم وجب على المجتمع الدولي أن يثبت حسن نواياه تجاه اللاجئين والمهجرين والنازحين الليبيين، وذلك بتقديم المساعدات لهم على قدر المستطاع وعلى قدر الإمكانيات المتاحة. أيضا هنا في ليبيا كما ذكر سالفي سابقا أن مسألة التلبية الآمنة للمنظمات التي تعنى بالوضع الإنساني
غير متوفرة، وخاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. لعلنا على يقين تام أن أغلب المنظمات المستقلة والتي يشهد العالم لها بنزاهيتها غادرت ليبيا. لماذا؟ لسوء الوضع الأمني وكثرة الاشتباكات المسلحة، وخاصة في 2014 ومسألة اعتقال العديد من السفراء واعتقال العديد من أعضاء المنظمات الدولية المعنية بالوضع الإنساني، زاد من تفاقم الوضع الذي أدى إلى انسحاب هذه المنظمات من على التراب الليبي. بدوره زاد من تفاقم هذه الأزمة التي أصبح يعانيها المواطنون في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وحتى في المناطق التي لم تشهد نزاع مسلح. طيب سيد لملوم، إلى أي مدى يعتبر هذا الجهد الأممي لتقديم المساعدات لمن يحتاجها في ليبيا ذا أهمية؟ هل بالإمكان أن يصل للجميع حسب الأرقام المعلنة من ناحية الميزانية؟ هو بكل تأكيد مهم جدا، خاصة في وضع ليبيا الحالي، الوضع الاقتصادي الليبي الحالي الذي أصبح واضحا أن المواطن الليبي يعاني في أمنه الغذائي وفي وضعه الصحي والتعليمي وفي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وكل ما متطلبات الحياة اليومية. مثل ما قلت، قلة أو ضآلة المبلغ المخصص لهذه الكارثة الكبيرة التي حلت بليبيا، إلا أنها في نهاية الأمر مثل ما قال الإخوة هي للتخفيف وليس لمعالجة كل هذه الأمور البائسة التي يعاني منها الشعب الليبي. الحمل الكبير هو على الدولة الليبية، والدولة الليبية الآن مثل ما يعرف الجميع أصبحت تعاني من ضائقة مالية شديدة. المصدر الدخل الوحيد للاقتصاد الليبي وهو النفط، والنفط لم يعد يصدر بالكميات التي تكفي حتى لتغطية رواتب موظفي الدولة. وعليه فأن الجهد الأكبر يجب أن يقع على الإخوة الأشقاء. نحن لم تتأخر ليبيا في دورها الإنساني في معالجة الكثير من القضايا الإنسانية في كثير من الدول العربية الشقيقة، ولكننا لم نرى هذا الجهد، لم نرى الدول الخليج الغنية تسعى لأن تقدم لليبيا المال لمعالجة هذه الضائقة الاقتصادية ولمعالجة التدهور الوضع الإنساني في ليبيا، وإنما تقدم آلة الدمار لتزيد وتفاقم من هذا الوضع المتدهور. طيب في النقطة التي ذكرتها بخصوص القسم السياسي أو الإطار الرسمي، سيد إسماعيل، كيف يمكن يعني لمثل هذه الخطط العمل في ظل انقسام سياسي حاد ووضع أمني صعب جدا؟ لا شك أن هذا الانقسام الحاد يصعب من العملية ومن هذه المهمة، ولكن من الواجب أولا بداية أن يكون هناك أعتقد جازما في التواصل المباشر مع المؤسسات الليبية ومع الدولة الليبية، وأن يدرك أيضا وأن يكون هناك نوع من المؤتمر محلي ودولي من أجل العمل على جمع هذه المبالغ، لأنها ليست من المبالغ الكبيرة بمكان. ثم ثانيا يجب أن يكون هناك إدراك من الساسة الليبيين أن تفرقهم هو الذي سبب الكارثة في الدولة الليبية، وأن ليبيا ليست دولة نعم ريعية ومعتمدة على النفط، ولكن بالإمكان تدبير هذه المبالغ وتوفير هذه المبالغ، لأن الليبيون حقيقة يعانون الأمرين. ما يجب أن يشار إليه أيضا وهو من الأهمية بمكان أن يتم أيضا وضع آلية عملية قابلة للتطبيق من أجل وقف هذه العمليات المسببة، سواء للنزوح أو لتدمير المستشفيات أو للعبث بالقتل للمدنيين. كل هذا سيسبب الكارثة ويجعلها مستمرة. أيضا يجب أن يشار إلى أن الدول ليبيا من الدول التي ساهمت في هذا من قبل، ولذلك على الدول أن تسعى من أجل العمل على مساعدة الليبيين في زمن الشدة. مع هذا أيضا من المهم جدا الإشادة والإشارة إلى إمكانية أن تسهل الإجراءات للليبيين الذين يريدون الحصول على العلاج والحصول على أدوية، خاصة من الأدوية ذات السعر الرخيص، ومحاولة قدر الإمكان تسهيل إجراءاتهم بالسفر. كل ذلك يدعو إلى أن الأول الفاعل الأول والمؤسس الأول والأساس وبذلك هو الدولة الليبية وانتئام الجراح
السياسية، والعمل على أيضا إيقاف آلة القتل والموت والدمار، والعمل على حماية المدنيين وحماية الأطفال وحماية المرأة، وكل ذلك لا يمكن إلا بمعية الليبيين جميعا والتعاطف مع المنظمات الدولية والتعاون معها من أجل توفير مناخ آمن وقادرة على أن تؤدي رسالتها. أيضا يجب توفير وتدبير هذه الأموال، وإن كنا نجزم بأنها أموال جد زهيدة لا تفي بالغرض، وليبيا تحتاج الكثير لأنها حقيقة فيها الكثير والكثير من الاحتياج، والليبيون يحتاجون الأكثر، ولكن على الساسة أن يدركوا أن هذا إنما يأتي من خلال نزاعهم ومن خلال الانقسام. وصلت الفكرة سيد إسماعيل. يجب أن ينظر. طيب سيد خليل، يعني بما أنكم توصلتم إلى هذه الإحصائيات والأرقام، ما مدى دقتها خصوصا أن الوضع الأمني صعب للوصول إلى كل المدن والقرى في ليبيا؟ نعم، أولا دعني أوضح بأن خطة الاستجابة الإنسانية أعدت وأطلقت من قبل الفريق القطري الإنساني في ليبيا، وهذا الفريق يتكون من 9 وكالات من وكالات الأمم المتحدة، وأيضا من منظمات غير حكومية دولية. إذا كلها مع بعض أعدت الدراسة التي يعني تسأل عنها، ومن بعد الدراسة بنيت على الدراسة هذه الخطة. طبعا الاحتياجات هي متغيرة بطبيعة الحال، فما نراه اليوم سيكون متغيرا في الغد، وسيكون متغيرا بعد أسبوع وبعد شهر. إنما هذه الدراسة أمنت لنا معطيات أساسية حول صعوبة وصول الكثير من الناس إلى الخدمات الأساسية، وأيضا تبين لنا بأنه هناك حاجة كبيرة إلى ممرات آمنة لتوصيل المساعدات، وبالتالي الأرقام والمبالغ. طيب في هذا الجانب العملي سيد خليل، مع من تتواصلون؟ مع من تتعاونون؟ من هم شركاؤكم في هذا المسار؟ شركائنا الأساسيين هم المجتمع المدني في ليبيا، وعندما أطلقت أمس الخطة كانوا موجودين معنا أيضا، وبالتالي التعاون معهم قائم. ونحن يجب أن نوضح هنا بأن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تعمل منذ بداية النزاع مع المنظمات غير الحكومية الليبية، وبالتالي في جميع المناطق هناك شركاء وهناك جمعيات وأفراد ومجموعات تعمل على تأمين خدمات في جميع المجالات التي ذكرتها سابقا والتي تغطي الخطة. إنما أتت هذه الخطة لتقوية ولزيادة هذه الخدمات، وبالتالي تمت دعوة جميع من يمكنه أن يمول كي يساهم في تمويل هذه الخطة. شكرا جزيلا لك من تونس الممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا غسان خليل. وقد تطرقنا في هذا الجزء الأول من الحلقة حول معالم هذه الخطة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أنتقل الآن للسيد عمار. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطراف النزاع في البلاد إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. هل لكم قنوات اتصال مع أطراف النزاع؟ طبعا أي اتفاق موجود في البلاد، نحن طبعا كاللجنة الدولية للصليب الأحمر نحن عندنا مبدأ كثير أساسي في العمل، اللي هو مبدأ الحيادية، لا نتدخل في الأمور السياسية أو الأمنية وما خلافه، وعلى مسافة واحدة من الجميع. وفي هذا الإطار طبعا عندنا اتصالات مع جميع الأطراف لحتى نقدر كلجنة دولية بالتعاون مع شركاء في ليبيا جمعية الهلال الأحمر الليبي من الوصول إلى جميع المتضررين في مختلف المناطق. طبعا يعني بيختلف التواصل من منطقة إلى أخرى، لكن في بعض المناطق على سبيل المثال بيكون في تجاوب مباشر من الأطراف المشتركة في النزاع لحتى تأمين مهمة عمل فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهذا بدل على أداء أنه مهم أنه بيشوفوا من بالمكان بأهمية أنه
بالفعل المواطن المتضرر في ليبيا انه لازم يتقدم له المساعده، بالتالي بقدموا التامينات الضروريه للفرق اللجنه الدوليه والهلال الاحمر لحتى يوصلوا. في مناطق اخرى عندنا اتصالات، لكن بيكون اوقات في صعوبات موجوده على ارض الميدان بسبب النزاع من الوصول الى المتضررين، لكن هذا النقاش بيكون دائما مستمر لحتى نستكشف جميع الفرص المتاحة لحتى نحدد أفضل الطرق لحتى نوصل لجميع الأشخاص بدون استثناء ونقدم المساعدة. وبدي إذا بتسمح لي بس أشير يعني إنه نحن كمان حاليا في ليبيا عندنا تقريبا 110 موظفين ما زالوا موجودين في ليبيا في 4 مكاتب في ليبيا بيعملوا بجهد ليل بنهار بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي في مختلف المناطق الليبية لحتى يقدروا يقدموا المساعدة بشكل حيادي بشكل مستقل لمستحقيها. طيب سيد الحر، كمنظمة حقوقية تعنى بالجانب الحقوقي الليبي، كيف توصف أولا الوضع في البلاد ومعاناة النازحين ووضع الأمان، وما هو دوركم كمنظمات محلية في مثل هذه الخطط التي أطلقتها البعثة الأممية؟ بالنسبة لنا نحن نقوم برصد وتوثيق الانتهاكات ونطالب أن يكون هنالك عدالة وتقديم الجناة إلى عدالة شفافة ونزيهة في ليبيا. قمنا برصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي حصلت أو أغلب الانتهاكات التي حصلت في مناطق النزاعات المسلحة في سنة 2014. نحن نثمن كل الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا وجاهزون لدعمها وفق الإمكانيات المتاحة لنا، سواء كان في مكتب طرابلس أو مكتب بنغازي أو مكتب سبها. نعلم جيدا أن الوضع الإنساني في ليبيا مأساوي جدا، لأننا نحن موجودون على أرض الواقع ونعيش المأساة التي يعيشها المواطن الليبي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى للأسف كل هذه الجهود الدولية الرامية إلى 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 التخفيف من معاناة المواطن الليبي، ستقف الحكومة الليبية إن لم تكن هنالك السلطات الليبية، هنا أقصد إن لم تكن هنالك إرادة سياسية صادقة منها للتخفيف من هذه المعاناة، فمن الممكن جدا مسألة عرقلة مثل هذه المساعدات في بعض المدن الليبية سواء كان في الغرب أو في الجنوب أو في الشرق الليبي نتيجة لاعتبارات سياسية كلنا نعلمها جيدا. مسألة عدم استطاعة هذه البعثة الدخول أو هذه المساعدات إلى بعض المدن الليبية التي تسيطر عليها تنظيمات إرهابية تحديدا هو أمر وارد وغير مستبعد، لأن تلك التنظيمات هي في الأصل لا تؤمن بالدولة القطرية بمفهومها الحالي، هذا من ناحية، ولا تؤمن بالتنظيم الدولي بصفة عامة. في تلك المدن المواطن الليبي يعاني على مران، يعاني إرهاب هذه التنظيمات ويعاني نقص الموارد والإمكانيات المادية والصحية والتعليمية أيضا. الوضع ليس بالسهل. طيب وصلت فكرتك سيد الحر في هذه النقطة. أذهب لي سيد لملوم، كيف يقرأ السياسيون والمراقبون المهتمون لشأن الليبي ما يجري في البلاد من ناحية انتهاك حقوق الإنسان وما يترتب عليه من أثار؟ سيد لملوم، حقوق الإنسان نحن نعرف أنها كانت سيئة جدا في عهد النظام السابق، وكنا نأمل أن تتحسن هذه الحقوق لأن الثورة قامت من أجل أن تعيد الإنسان الليبي كرامته، ولكن بكل أسف ما نراه الآن هو أسوأ بكثير مما كان سائدا في عهد النظام السابق. حالات الخطف التي نراها والاغتيالات الممنهجة، الاغتيالات التي تقوم بها أكثر من جهة، وأكثر حتى ربما هناك أجهزة أمن خارجية تقوم بالاغتيالات في ليبيا وأيضا في الخطف، وكله يرجع إلى شيء واحد وهو محاولة زعزعة الأمن في ليبيا وإعطاء الانطباع على أنها ثورة فاشلة، وكلها تجري من أجل خدمة أغراض سياسية محددة لجهات معينة. وليس خافيا على أحد أن عناصر النظام السابق تقوم بالكثير من الجرائم في المجتمع الليبي الآن. دور منظمات حقوق الإنسان الليبية، هل هذه المنظمات وثقت كل هذه الأشياء؟ هل قدمت لمنظمات دولية المحكمة الجنائية الدولية أدلة ووثائق وأسماء من أجل أن
تسأل أو تساءل أو حقق يتم التحقيق معها، لأن الوضع الآن في ليبيا وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، وأن منظمات حقوق الإنسان الليبية أو منظمات حقوق الإنسانية وكل من هو معني بالشأن السياسي والأمني والإنساني الحقوق الإنسانية في ليبيا مقصرين بكل تأكيد. إحنا نرى أن الحديث كثير ولكن الأفعال قليلة جدا، وان التوثيق والاحتفاظ به الى طيب مثلا في هذا السياق سيد لملوم، دعني اذهب لي سيد اسماعيل. لو ناتي الى توزيع المسؤوليات سيد اسماعيل عن الانتهاكات القائمه اليوم في البلاد، كيف يمكن ذلك؟ من هو المسؤول الاكبر برايك؟ المسؤول الاكبر وهي السلطات المحليه، هي المسؤوله على توفير امن المواطن ابتداء من حقه في الحياه مرورا بحقه في سلامه جسده وامنه والحفاظ على هذا وتوفير قوته وتوفير ايضا صحته وتعليمه وان يكون امنا مطمئنا منتقلا الى الافضل والافضل. هذه الاساس في الدول التي تنشا والتي يجب ان تكون مستقره، والواقع العملي في ليبيا وخلاف ذلك، لانها لم تقم بواجبها وقصرت في الاولى ولم تنجح في الثانيه. كل ذلك كان بناء على المهاترات السياسية والمناكفات التي لا تثمر ولا تغني من جوع في كثير من جوانبها. نعم أسقطنا الطاغية وهو ذهب إلى مزبلة التاريخ، ولكن يجب أن يشار على أن الليبيون يجب أن ينعموا وأن ينتقلوا لحياة أفضل مبنية على العدالة وتوفير الاحتياجات وأيضا توفير الضروريات ابتداء من الأمن والحق في الحياة والحق في أن يكون أيضا آمنين في تنقلهم ومأواهم ومشربهم وصحتهم وعلاجهم كل ذلك. ولا يمكن أن يلجأوا إلى ما يتعلق بمنظمات دولية، هذا بالمعتاد، ولكن أيضا الجانب الثاني هو المجتمع الدولي الذي ترك ليبيا فيما بعد إسقاط القذافي ولم يوفر لها مناخا آمنا من أجل انتقال فعلي للسلطة، وسمح أيضا لبقية حلول القذافي من الانقضاض عليها ومحاولة إرجاعها ومحاولة إرجاع الأمور إلى حقيقة إلى مربع أول، وهذا سبب الكثير، وأيضا المال الفاسد الذي حاول العبث بالكثير والكثير من معطيات الدولة الليبية. وأيضا ما يجب أن يقال أنه عدم وجود الخبرة السياسية في كثير من جوانبها وقلة الموارد الموجودة وقلة هذه، ومع قلة هذه الموارد أيضا بعد هذه الحرب الطاحنة أدت إلى الانتقال وأدت إلى التفكك والدمار. كل ذلك سيزيد الطين بلة إذا لم تتوقف آلة الحرب، خاصة الآلة التي تقتل الأبرياء كما هو مشاهد اليوم. وصلت الفكرة في هذه النقطة سيد إسماعيل. دعني سيد إسماعيل أنتقل لسيد عمار. يعني الأحداث المتواترة في ليبيا تسببت في نزوح أكثر من نصف مليون شخص من مناطق النزاع في بنغازي وأوباري ودرنة وسرت، بحثا عن ملاذ آمن وفق جمعية الهلال الأحمر الليبي. هل توجد لديكم خطط للتعامل مع هذه الأزمة؟ توجد خطط موضوعة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع جمعية الهلال الأحمر الليبي للاستجابة السريعة في طبعا يكون بيئة آمنة لموجة النزوح، وطبعا مثل ما تفضلت من هذه المناطق التي نزح منها المواطنون الليبيون نجحنا يعني في بعض المناطق من الوصول إليهم بشكل سريع ومن تقديم المساعدات الضرورية إنهم يعني لحتى يكون في الحفاظ على كرامتهم وتوفير لهم سبل العيش الكريم من خلال توفير الخدمات الأساسية. فبالتالي يعني في قدمنا مساعدات للنازحين في من منطقة سرت إلى مصراتة، قدمنا إليهم مساعدات هناك كمان كذلك في منطقة طرابلس وأوباري ومناطق أخرى. فهذا العمل مستمر ونحن في صدد القيام أيضا بتقييمات أخرى للنازحين الجدد من المناطق التي يدور فيها النزاع خلال الأيام القادمة لحتى يكون في أدنى فينا استجابة سريعة. يعني إذا بدي يكون استجابة بعد 6 شهور ولا سنة تبطل سريعة وتفقد معناها، فبالتالي أدنى فينا نحن كلجنة دولية مع شركائنها على الميدان أنه يكون بالفعل لما يكون في أي أزمة إنسانية ناشئة من نزوح وفئات مستضعفة أنه يكون ردنا كثير سريع ومباشر لحتى نقدر نستجيب لاحتياجاتهم. وفي هذا المجال أيضا مهم جدا كمان فيما يتعلق بالدعم إلى المستشفيات، وهذه نقطة كمان تفضلنا فيها سابقا نرجع من عيدة. نحن ندعم المستشفيات فيما يتعلق بالمواد الجراحية، يعني دائما في بيوصل من خلال الاشتباكات الدائرة في الميدان خاصة من المواطنين الليبيين الذين يتعرضون إلى الإصابات أو المقاتلين الذين يتعرضون إلى الإصابات،
وفي نقص في الأدوية وفي العدة الجراحة الحروب، فبالتالي نحن نعمل بشكل دائم مع المستشفيات للوقوف على احتياجاتهم وتوفير المواد الجراحية التي تساعد في إنقاذ حياة الأشخاص في أسرع وقت ممكن. طيب سيد الحر، وثق المركز الليبي لحرية الصحافة عشرات الاعتداءات في عدة مناطق، كيف يمكن وصف واقع حرية التعبير اليوم في البلاد؟ سيد الحر، طيب إلى أن يجهز سيد الحر أذهب للسيد لملوم. سيد لملوم، حقوق الإنسان ملف يحتاج إلى الكثير من العمل قبل الانتقال نحو بناء مجتمع يحترم الحقوق والحريات ويسعى للمحافظة عليها، كيف يمكن برأيك التغلب على هذا الوضع؟ مشاكل ليبيا ليس من السهل التعامل معها، ولا نتوقع أن نجد بلسا بإمكانه أن يعالجها في يوم وليلة. المسألة هي مسألة ثقافة وإعداد شعب وإعداد جيل للمستقبل. نحن الآن أوجدنا لهذا الجيل الذي نراه الآن يتكون للمستقبل تجربة مريرة جدا، وبالتالي القول بأن هذا الجيل في ظل الظروف السائدة حاليا بإمكانه أن يحسن الوضع في ليبيا مستقبلا هذا مستحيل. المسألة تحتاج إلى معالجة الكثير من القضايا، هيكلة الدولة بكاملها، التعليم بكامله. نحن بحاجة إلى وضع أسس لبناء مجتمع جديد يختلف عن المجتمع السابق، ولكن في ظل هذه الظروف هذا للمستقبل، ولكن في الظروف الحالية لا بد وأن نتعامل مع الأشياء بجدية، وأهم هذه الأشياء هو مسألة احترام القانون والعمل بالقانون وتطبيق القانون في كل مناحي الحياة على الجميع وبشكل متساوي، وليس هناك فرق بين مواطن وآخر. عملية احترام القانون وتطبيقه وعملية الصرامة التي يجب أن تقوم بها الدولة، عملية تبني الدولة برنامج كامل لتهيئة الشعب الليبي لأن يتقبل ويتعامل مع حقوق الإنسان. نحن نرى أن الممارسات تتم بشكل ممنهج حتى من المسؤولين أنفسهم، فما بالك بالمواطن الليبي؟ ونطلب المواطن الليبي أو مؤسسات أخرى أن تحترم حقوق الإنسان. احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ من السلطة، ويجب أن تسعى السلطة أيضا إلى أن تفرض هذا الاحترام للآخرين، وإلا لا معنى لأن نتحدث على حقوق الإنسان على الإطلاق. طيب سيد الحر، بما أنك معنا الآن، يعني كنت قد سألتك بما أن المركز الليبي لحرية الصحافة قد وثق عشرات الاعتداءات في عدة مناطق، كيف يمكن وصف واقع حرية التعبير اليوم في البلاد؟ لعل أبسط مثال الكم الهائل من وسائل الإعلام التي تم اقتحامها، الكم الهائل من عمليات الخطف، والتي طالت أيضا رئيس المركز الليبي لحرية الإعلام والصحافة. أيضا هنالك ضحايا من العديد من الإعلاميين الليبيين، الإعلاميين والصحفيين الليبيين. الوضع لا يختلف هنا عن ما بين الإعلاميين وحرية وكل من هو مهتم بحرية الرأي والتعبير عن باقي الانتهاكات التي تحصل للمدنيين الليبيين أثناء النزاعات المسلحة. الجريمة واحدة والعدالة غائبة للأسف في ليبيا حتى هذه المرحلة. هنالك إفلات من العقاب، لعل أغلب الجرائم التي ارتكبت إما أن تسجل ضد مجهول أو الجاني لازال يتمتع بحرية وسراحه مطلوق في ظل غياب سلطة قضائية رابعة لكافة هذه الانتهاكات التي تحصل للليبيين بصفة خاصة. طيب سيد إسماعيل، هل هناك أي وسيلة واضحة للحد من هذه الانتهاكات الإنسانية في البلاد؟ هناك لا شك أن هناك بداية الوسائل الرسمية والفعلية هي في أن يتم تفعيل والعمل على إيجاد حماية للمواطنين، العمل على القانون الدولي الإنساني والذي يطلق عليه اسم قانون النزاعات المسلحة أو قانون جرائم الحرب، يتكون من قواعد تستهدف في زمن الحرب لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن الاشتراك في أعمال عدائية على غيرهم، فضلا على تقييد وسائل وسبل الحرب وقانون واقعي يأخذ أيضا في الحسبان المتطلبات الإنسانية التي تمثل مبدأ حقيقي للقانون الإنساني، ومنه علاوة الاعتبارات الضرورة العسكرية والتي يحاول قدر الإمكان
بعض الدعاة من أجل أن يفعلوا الأفاعيل ضد المدنيين وتدمير مكونات المجتمع. أيضا هناك ما يتعلق باتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافيات التي وقعت في 8 يوليو 1977. وأيضا يجب أن يشار إلى أن في ليبيا يجب أن يكون هناك ظاهرة قضية وأن يكون هناك قضاء وأن يكون هناك نيابة فاعلة قادرة على أن تنهض بهذا العمل. حماية مفروضة وللمواطنين حقيقة الحق في أن يتمتعوا بهذا وأن يتمتعوا بحقوقهم. نعم طيب في, في, في هذا السياق الأربار. أيضا يعني دعني أشرك سيد عمار، يعني برأيك ما هي الآلية للتخفيف من حجم هذه الانتهاكات الحقوقية وغيرها على الإنسان في ليبيا؟ فيما يتعلق بالانتهاكات اللي عم نشهدها تقريبا من عدة سنوات لحتى الآن وما زالت مستمرة، طبعا القانون الدولي الإنساني يطبق فيما يتعلق بالانتهاكات، وتقع المسؤولية في المقام الأول على جميع الأفرقاء المشتركين في النزاع في مختلف المناطق في ليبيا، مثل تفضل سلفي وقال انه بالنسبه لاتفاقيات جنيف الاربعه او فيما يتعلق اذا كان النزاع مسلح غير دولي بالماده الثالثه المشتركه لاتفاقيات جنيف الاربعه التي تحرم استهداف المدنيين او ممتلكاتهم وتعمل لهم كمان تبديلات ومناطق النزاع كمان يكون في طريق امن لهم حتى يغادروا الى مكان اخر اكثر امنا، وبالاضافه الى ذلك عندهم الحق في الحياه والوصول الى المساعده والعيش بكرامه، حتى بالاضافه الى ذلك كمان جميع الاشخاص الموجودين وتم القاء القبض عليهم يجب ان يعاملوا معامله انسانيه وبحق لهم الدفاع عن نفسهم، فبالتالي تقع المسؤوليه الاولى والاخيره على المقاتلين في احترام القانون الدولي الانساني وخاصه. طيب هذه تظل يعني قوانين تتعامل بها المنظمات، ولكن كيف يمكن الحد أو التخفيف يعني على الأرض سيد عمار؟ يا سيد الكريم فيما يتعلق إذا كان بالفعل الأفرقاء الموجودين لازم يأخذوا دائما بعين الاعتبار مصلحة المواطن الليبي، وبالتالي يجب تطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بمبدأ الضرورة أو مبدأ التناسب، يعني لما يكون في أشخاص مدنيين في مكان معين موجود اشتباكات يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار وعدم استهدافهم، ويجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار ما نوعية الأسلحة المستخدمة خلال الاشتباكات، يعني إذا نعرف أن منطقة فيها مدنيين لا يجوز قصفها مثلا على سبيل المثال بكمية هائلة من المتفجرات أو من الصواريخ، يجب اختيار السلاح المناسب للقضاء على الهدف الذي يكفله القانون الدول الإنساني بأقل ضرر ممكن بين السكان المدنيين وممتلكاتهم، فهذه مسؤولية أولى وأخيرة تقع على عاتق المتقاتلين في الميدان، يجب دائما أنه نحن دائما ندعيهم أنه يحترموا هذه القوانين، لأنه بنهاية المطاف نحن نعتبر أنه المواطن الليبي يجب محترم من الجميع، وجميع الموجودين دائما بيقولوا أنه حياة المواطن الليبي هي الأغلى وهي التي يجب أن تصان، فبالتالي يجب العمل على تحقيق هذا الموضوع من خلال الالتزام بقوانين الحرب. نعم. طيب سيد الحر، كيف ترى مستقبل وضع حقوق الإنسان في البلاد في ظل الانقسام الحاصل؟ الأخفي عليك يعني لا توجد تدابير إيجابية أخذت لحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا، لذلك قلناها في السابق من خلال هذا المنبر ولازلنا نكررها، ضرورة يكون هنالك إدراج لمادة حقوق الإنسان في التعليم الأساسي والمتوسط، أمر غاية في الأهمية حتى نستطيع زرع بذرة لثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الليبي يتمتع ويعيش إيجابياتها أجيال الجيل المستقبل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى ضرورة العمل على نبذ ثقافة الكراهية ونبذ خطاب الكراهية في وسائل الإعلام أمر غاية في الأهمية، أيضا مسألة نشر ثقافة اللا عنف ونبذ العنف من خلال وسائل الاتصال المتمثلة في التعليم والثقافة والإعلام أيضا هي أمر غاية في الأهمية، للأسف كل هذه التدابير لم تتخذ حتى الآن، لذلك نؤكد على أن وضع حقوق الإنسان في ظل شكرا جزيلا لك سيد الحر، ولكن دعني أذهب للسيد لملوم. هل ترى سيد لملوم أنه إذا ما اتفق الليبيون على حكومة وفاق وطني يمكن وضع حد لهذه الخروقات الحقوقية في البلاد؟
إذا ما اتفق الليبيون على حكومة وحكومة وفاق وطني على هذه الحكومة أن تبدأ أولا بمعالجة ملف حقوق الإنسان، لأنه الملف الشائك، الملف الذي طال زمن عدم الاستجابة لمعالجته. فهذه هذا الملف هو بالأساس أهم مشكلة تعاني منها ليبيا الآن، وعليهم أن يملوا هذا الملف الأهمية. أما بقايا الأمور الثانية فهذه بإمكانها أن تأتي مع الزمن. الليبيون بحاجة إلى أن يلتفت المسؤول وتلتفت الدولة إلى ملف حقوق الإنسان، إلى ملف معاناة الليبيين أولا وقبل كل شيء. وإذا أفلحوا في ذلك فبإمكانهم أن يخففوا قليلا من مأساة الليبيين، ولكن المشاكل لن تحل في يوم وليلة. طيب سيد إسماعيل، يعني باختصار شديد، أين يمكن أن نجد دور السلطات في الحد من هذه الانتهاكات برأيك؟ نعم السلطات عليها واجب قانوني في أنها تقوم بحماية حقوق الإنسان بداية وأن تحافظ عليها، وأيضا هناك أيضا السلطة باعتبار أن هناك مبدأ فصل السلطات خاصة السلطة القضائية موكول إليها هذا الأمر، باعتبار الحد من هذا أيضا ما يجب أن يشار إليه. وحديث صريح وصريح جدا في أنه بداية الموضوع يكمن في إمكانية أو فرض وقف لإطلاق النار وعدم القتال المدنيين وعدم استخدام بعض الأسلحة، فبروتوكولات واضحة عمليا خاصة في بروتوكولات جنيف وغيرها. فالواقع العملي في ليبيا ما يمر به الليبيون حقيقة مأساة. من هنا أيضا ما يجب أن يشار إليه هو اهتمام أكثر بالجانب الصحي واهتمام أكثر بالجانب الإنساني والابتعاد على مناطق النزاع والعمل على تجفيف هذه المنابع والعمل أن تكون الدول ومساعدات. نعم شكرا جزيلا لك سيد إسماعيل، وبهذا نصل إلى نهاية عشرة الليلة. أشكر ضيوفنا في هذه الحلقة، كان معنا في الجزء الأول من الحلقة عبر الهاتف من تونس الممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا غسان خليل، وعبر الهاتف من تونس الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة ليبيا عمار عمار، عبر الهاتف من الخمسة من عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان ليبيا عبد المنعم الحر، وعبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم، وعبر الهاتف من طرابلس الباحث في الشأن الليبي السياسي والقانوني محمود إسماعيل. دمتم في أمان الله.